معنا بعد أعزائي التفتوا جيدا، ومن أخطرها أعزائي الحداثة ماذا؟ الفكرية، الثقافية، الأخلاقية ونحو ذلك. إلا أن أكثر مستويات الحداثة بطئا هي الحداثة الفكرية. لقد ابتدأت الحداثة الفكرية، هذه المظاهر المختلفة للحداثة في تنوعها وتدرجها يمكن أن تختزل إلى عنصرين رئيسيين: الحداثة المادية والحداثة الفكرية. جيد جدا أعزائي، هاتان الخصوصيتان أعزائي التفتوا لي جيدا. يا خصوصية، أولا إعطاء صفة الإطلاقية للفكر الغربي وللحداثة الغربية، وثانيا أن هذه الحداثة تستوعب كل مناحي الحياة. هذا هو الذي أدى إلى أنه عندما تأتي هذه الحداثة إلى مجتمعاتنا مولانا، ها، وجدوا أنه هذه الحداثة تريد أن تسلخنا عن هويتنا. لماذا؟ لأنها شاملة لكل جوانب الحياة، مو فقط كيف أنه أنت الفقه مالك تقول بأنه حتى أرش الخدش مولانا عندك شنو في الفقه. الحداثة الغربية همتي أنا مو يم أرش الخدشية، وإنما ماذا؟ في كل أبعاد الحياة، من سلوك، من لباس، من شارع، كيف تبني شوارعك، كيف تبني بيوتك. الآن أنت اذهب مولانا إلى بيوتنا مولانا، كلها عندما تبنى البناء الحديث مولانا، بعد تجد بأنه، ما أدري أنتم ملتفتين ولا، تجدون أنه النظام الهندسة المعمارية مالتنا كاملة أنه يوجد إشراف من الآخر عليك مولانا. ولهذا أنت مضطر عادة إذا متدين شو تسوي مولانا؟ ها؟ تحجزها بالستائر مولانا، لأن النظام المعماري أو الهندسة المعمارية هناك مرتبطة بالمسائل الحجاب أو غير مرتبطة، ولكن كلها تأتي ماذا؟ أما انظر إلى الهندسة المعمارية الإسلامية تجد بأنه أساسا ذاك تلك الأبعاد الأخلاقية والقيمية والدينية كلها ماذا؟ الآن ادخلوا إلى البيوت، أنت تجد بعد الآن بيت المطبخ ماله مولانا مو مفتوح مولانا؟ ها؟ تجد أو لا تجد؟ كل البيوت المطبخ مالها شنو؟ مفتوح، صحيح ولا؟ يعني بعبارة أخرى عندما يأتي الغريب والأجنبي وغير المحرم مولانا يجلس وهو مطلع على شنو؟ على كل شيء في البيت. أما عندما ترجع أنت إلى الهندسة المعمارية القديمة كان أكو براني ودخلاني مولانا. لماذا؟ لأنه هاي القيم كانت محفوظة، فلهذا دخلوا في كل صغيرة وكبيرة من حياتنا، يعني سلخونا عن كل ثقافتنا وهويتنا وديننا وأخلاقنا وقيمنا وإلى غير ذلك. وهذه يشكل ردة فعل أو لا يشكل ردة فعل؟ من هنا تشكلت عندنا الحركات الأصولية. الحركات الأصولية ماذا؟ البحث عن الأصالة، البحث عن الهوية، الرجوع إلى السلف الصالح. هذه ردة فعل للحركة الحداثية التي جاءتنا ماذا؟ جاءتنا من الغرب.